بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الرسول أمين. أما بعد، ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المحاضرة 17 والأخيرة من محاضرات الماي سيكوال، وإن شاء الله بإذن الله بعد ما خلصنا نكون خلصنا الكورس البسيط دوت بتاع الماي سيكوال، وخدنا فكرة فيه عن حاجات كتير الحمد لله. وهنبتدي بعد كده إن شاء الله في محاور متعددة، بس نخلص المحاضرة الأول وبعد كده نقول هنعمل إيه. النهاردة هنتكلم يا جماعة عن آخر حاجة اللي هي حذف البيانات، اللي هي حذف بيانات معينة من داخل الداتابيز. آخر حاجة إحنا كنا وصلنا لها إن إحنا كنا عملنا نموذج لإدخال بيانات كان بالشكل دوت، تمام؟ وكنا لما بندخل بيانات كان مثلا كود مثلا 100 مثلا على سبيل المثال، ونقول مثلا اسم رمضان رمضان، الاسم الاخير مثلا العمري مثلا رمضان العمري، مش كده؟ الايميل رمضان عمري عمري 123 @gmail.com مثلا على سبيل المثال @gmail.com، اوكي. وبعد كده كلمه مرور هندخل اي حاجه، روم 1 2 3 4 5 6 7، ودي بتتشفر عن طريق ال MD5، تمام كده؟ فيقول لك تم اضافه السجل للداتابيس بنجاح. لو انا حابب اعرض في صفحه البيانات بعرضها، تمام كده؟ تعال نشوف كده اخر حاجه هتلاقي فين رمضان عمر متضاف في الداتابيس، تمام؟ وبيقول لك ان عدد السجلات المتوفره دلوقتي هو كام؟ 12 سجل ايا كان الحاجات اللي هي اللي داخله. وهنا رقم السر اللي هو بيدخله او الكود اللي بيدخله ملوش لازمه قوي، بس يعني هو بيعمل ترقيم تلقائي للرقم المستخدم، تمام؟ طب ده اللي احنا وصلنا له. واخر حاجه بعد كده عملنا كود بسيط للتعديل. لو انا دخلت هنا يا جماعه كده كنا عاملين حاجه اسمها الابديت، ماشي كده؟ وفي الابديت انا بحط جمله الاس كيو ال اللي انا عاوزها، زي مثلا ابديت الجدول بتاع اليوزر، وخلي اللاست نيم مثلا بيساوي كذا، هوير اليوزر فيرست نيم كان اسمه سالم مثلا. ممكن اغير اللاست نيم، خلي بالك ان سالم دوت ليه لاست نيم دلوقتي الزوايدي، ماشي؟ فانا ممكن اغير اللاست نيم بتاعه مين لعبده مثلا، ايه بي دي او مثلا على سبيل المثال، ماشي؟ وانفذ كنترول اس، هتبص تلاقي هنا اتغير سالم، ماشي كده؟ من سالم الزوايدي لسالم ايه عبده، ماشي كده؟ فانا ممكن ارجعها تاني للزوايدي، ولا خليها زي ما كده عشان هنحذفه خالص اساسا. دلوقتي الحلقه النهارده هتتركز على ان انا بدل ما اعمل ابديتنج هعمل ديليتنج، هو بنفس الفكره بنفس الكلام ده كله. هعمل ايه؟ هاجي اسيف الملف ده اللي اسمه ابديت دوت بي اتش بي فايل، وسيف از، واخليه ديليت ديليت دوت بي بي اتش بي. احنا هنفهم الفكره الاول، بعد كده انت ممكن تطبق فيها زي ما انت عاوز او تغير فيها زي ما انت عاوز. هنقول سيف، مش كده؟ يبقى اصبح الملف دوت اسمه ديليت دوت بي اتش بي. انا محتاج ايه؟ محتاج ان انا اغير اول حاجه في العنوان. العنوان مثلا بدل عبد البيان بعد ادخلها لقاعده البيانات، ماشي؟ بعد ادخالها نقول والتعديل عليها، وحذف، وخليها حذف، وحذف بيانات من قاعدة البيانات، ماشي كده؟ ماشي. وبعد كده هنا نتدرب على حذف البيانات، بدل تعديل البيانات دي نخليها حذف ايه؟ حذف البيانات، تدرب على حذف ايه؟ البيانات، اوكي. تمام كده، عشان بس لما تيجي تشوف الصفحة تبقى عارف انت بتعمل ايه اساسا، تمام؟ أول خطوة يا جماعة هي الاتصال بقاعدة البيانات، وهنستخدم فيها البروسيدور ميثود، اللي هو احنا عندنا الدالة بتاعت الماي سيكوال اي اندرسكور كونكت، هنتصل بال 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 بالهوست بتاعك، تمام كده؟ وبعد كده باليوزر، وبعد كده بالباسورد بتاع اليوزر، وبعد كده بالداتا بيز، فيبقى عندي ماي سيكوال اي اندرسكور كونكت اللوكال هوست لليوزر اسمه مصطفى، الباسورد بتاعته ام جي اس مثلا 1 ل 7، الداتا بيز بتاعته اسمها يوزر يوزرز داتا بيز 2، تمام كده؟ لو نجح الاتصال بيديني رساله بنجاح الاتصال، بيقول لك تم الاتصال بقاعده البيانات بنجاح، شكرا لك ايها المبرمج. لو فشل الاتصال فبيقتل السكريبت، لانه مش هينفع اي حاجه بعد كده. لو فشل اتصال بقاعده البيانات مش هتنفع تحط جداول، مش هتعرف تعمل اي حاجه خالص يعني. المهم فبيعمل داينج، تمام كده؟ وعرض لك رساله الخطا، للاسف لم نستطيع الاتصال بقاعده البيانات لحدوث خطا ايه؟ خطا ما. دي الحته دي احنا عاوزينها. وبعد كده هنيجي هنا التدريب على حذف البيانات، حذف البيانات تمام كان باستخدام جمله مين؟ الديليت طبعا، هو كل حاجه ديليت ديليت، اوكي تمام كده، باستخدام جمله مين؟ الديليت. طيب
هنا كل لعبة فين؟ في جملة برضو ال SQL. لما اجي احذف جدول تمام كده، او احذف مش احذف جدول، هحذف جزء من البيانات، فانا هقول مثلا ديليت تمام كده للفيلد الفلاني تمام كده هوير كذا تمام، عشان تبقاش العملية صعبة عليك تمام كده. فانا ممكن اخش على اللوكال هوست عندي، لوكال هوست تمام، وقلنا البي اتش بي ماي ادمن هيساعدنا كاداه للحذف او الاضافه او ان انا اجيب منه جمل الاس كيو اللي هشتغل. ادي الداتابيس بتاعتي اهي، وادي اليوزرز تمام كده. انا دلوقتي عاوز احذف مين؟ الاخ سالم اللي عامل لي وجع راس اهو ده، اروح محدده مثلا كده واقول له ايه ديليت. بص الجمله هتطلع شكلها ازاي، تك. فبيقول لي يا عم دو يو وانت تو اكسكيوت ديليت فروم يوزرز هوير اليوزر اي دي بيساوي كام؟ 29. انا ممكن بقى اخد بقى الجمله دي كلها لحد هنا لحد هنا، واخدها نسخ كنترول سي وافتح لي نوت باد جديد واحطها كنترول وفي. اوكي كده يبقى ديليت فروم يعني احذف من الجدول اسمه مين؟ يوزرز ماشي، هوير اليوزرز، بس مش عاوز الاي دي لان انا ما اعرفش الاي دي ماشي كده. هوير اليوزر ايه؟ فيرست نيم، هنخلي دي فيرست نيم، فيرست نيم اهي اف ار اي اس تي عشان بس تبقى مظبوطه مع اللي مكتوب، فيرست نيم. اوكي فيرست نيم، يبقى اليوزرز فيرست نيم هيساوي ما بين سنجل كوت سالم، سالم ما بين سنجل كوت سالم. اوكي اوكي واخد الجمله زي ما هي كده بالظبط على مين؟ على جمله الاس كيو ال هنا في البي اتش بي كود بتاعي. يبقى جمله الاس كيو ال هنا تبقى بالشكل ايه؟ بالشكل دوت. جولي نعيد عليها تاني يا جماعه ماشي، ديليت فروم اليوزرز هوير اليوزرز دوت فيرست نيم مش كده، فيرست نيم فيرست نيم هيساوي سالم تمام. وبعد كده عن طريق جمله ال الجمله بتاعت او الداله بتاعت ان ماي اس كيو ال اي اندرسكور كويري للينك المفتوح مع ساين دولار اس كيو ال ماشي كده، مع جمله الاستعلام ديت. لو تم تنفيذها بنجاح هنقول تم حذف البيانات بنجاح، تم حذف البيانات بنجاح. لو فشل هنقول له حدث خطا ما، وممكن نديله كمان كلام حاول شفت العربي بدل دي حتى هو على صوت المنفصل ماشي كده، حاول مرة أخرى حدث خطأ ما، حدث خطأ ما أيها المبرمج. أوكي أوكي بص كده يا جماعة، ادي الاخ سالم لسه موجود، والمفروض لما انفذ الجمله بتاعت الديليت دلوقتي المفروض ان هو هيطير طالما ان هو الفيرست نيم بتاعه ايه؟ سالم مش كده؟ تعالى نعمل كنترول اس، تعالى نبص على عدد السجلات، عدد السجلات انخفض اهو، وهتلاقي سالم ملوش موجود. لو ضغطت على اف 12 من لوحه المفاتيح هبص تلاقي الداتا بيز بتاعتك قلت بمقدار ايه؟ 3 مش كده؟ يبقى كده الديليتنج ايه؟ اتنفذ، تم حذف البيانات بنجاح، تم حذف ايه؟ بنجاح دي الرساله تمام كده؟ تمام. يبقى عن طريق جمل اس كيو ال انا ممكن اعمل ابديت وممكن اعمل كمان ديليت، ممكن اعمل ايه؟ ديليت وتطلع النتيجه بالشكل اللي انت شفته. في حاجه ثانيه ممكن تعرفها اللي هي جمله الدروب، الدروب للتيبل. طبعا احنا مش هنجرب الدروب للتيبل، هي نفس الجمله ماشي كده؟ هتيجي هنا وهتعمل متغير برضو بالاس كيو ال اللي هو ده، تعالى ناخد الجمله دي كلها كنترول سي وطينا كنترول وفي. اوكي وكل الحكايه انا اقول له دروب للتيبل اسمه كذا، كلمه دروب دروب للتيبل اسمه كذا بدون اي قصص من قصص دي كلها. طبعا انا نفذت الجمله دي معناها ان الداتا كلها ايه؟ هتروح يا جماعه، فخد بالك من جمله الدروب ايه بالذات. فانا عشان انفذها نخليها هنا بس عشان تبقى عارفها كومنت تمام كده. يبقى الجمله دي كلها هتبقى دروب، وهنفذ الجمله ديت، وفي الحاله دي هتطير لك مين؟ هتطير لك الداتا كله على بعضها دروب لاسم التيبل. دي
الجمله بتاعت الاس كيو ال بتعمل دروبنج للتيبل كله على بعضه. طيب طبعا في دروب للداتابيز برضه ممكن تعمل دروب للداتا ايه دوت داتابيز. في حاجه اخيره هتكلم فيها في المحاضره ديت اللي هي تعتبر اخر محاضره عندي قبل ما اقفل السكريبت والقصص دي كلها تحصل وبعد ما فتحت الدنيا دي كلها تمام. باجي في اخر جمله هنا في اخر حته هنا بعمل حاجه اسمها كلوزنج لللينك اللي موجود. بكتب ايه؟ بكتب ماي اس كيو ال ماي اس كيو ال تمام كده اي اندرسكور كلوز كلوز تمام. ليه الساين دولار ايه لينك؟ ليه؟ عشان اوفر موارد دي اول حاجه، تاني حاجه علشان يتقفل ايه الاتصال تمام. تمام كنترول اس ألف 12 مفيش عندي أي مشاكل لحد دلوقتي والدنيا ماشية معايا إيه تمام. تمام كده يا جماعة، كده يا جماعة عرفنا جملة الديليت وعرفنا جملة الدروب وعرفنا إزاي نقفل اللينك على مين، على الداتا بيس بعد ما نخلص الاستخدام بتاعها تمام كده علشان ما فيش مشاكل تحصل. وممكن برضو تستخدم الاوبجكت اورينتد بروجرامنج اللي هو الاو او بي بحيث انت هتقفل اللينك عن طريق ان انت تقول له ساين دولار لينك للميثود اللي اسمها كلوز للساين دولار لينك مره ثانيه. بس انا مش مستخدم هنا تايتل اوبجكت اورينتد بروجرامنج، مش مستخدم كلاسات يعني، مستخدم البروسيدور ميثود. بكده نكون خلصنا الحلقه دي النهارده وخلصنا كورس الداتا بيز الماي سيكوال، خدنا فيه افكار وخدنا فيه حاجات واختتمنا بالتطبيق اللي احنا عملناه دوت. التطبيق ده بمنتهى البساطة يا جماعة بيستقبل بيانات مستخدم عن طريق فورم، وبعد ما ياخد البيانات انت ممكن تعرض صفحة البيانات بالحاجات اللي عليها بالشكل دوت، فبيديك عدد السجلات الموجودة وبيديك الداتا الموجودة في الجدول الموجود في قاعدة البيانات اللي موجودة عندك. ماشي كده؟ بكده نكون خلصنا كورس الماي اس كيو ال، وان شاء الله هنبدأ نقول المرة الجاية هنعمل ايه بالظبط وهنمشي في مسارنا ازاي ان شاء الله الفتره اللي جايه. اذا عجبك الفيديو يا ريت تعمل لي كومنت لايك شير ليه، واذا عجبتك القناه يا ريت تعمل لي سبسكرايب داخل القناه وكل ديك من الشاكرين. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي للعلوم الحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.